انا الشيف منار، والنهارده مع سوبر ماما هقول لكم اسرار تجهيز المحشي. علشان نسلق ورق العنب، اول حاجه هنحط ميه بتغلي فيها معلقه من السكر ومعلقتين من الملح، هنضيف لهم اوراق ورق العنب ونسيبهم دقايق لحد ما لونهم يتغير وملمسهم يبقى طري، ونشيلهم من على النار. علشان نعمل الرز هنقول لكل كوبايه من الرز عايزين كوبايتين من الخضره اللي هي شبت وبقدونس وكزبره. هنحتاج بصل، زيت، بهارات محشي ودي موجوده عند العطار، عصير طماطم فريش، ملح وفلفل وكمون، وكمان هنحتاج فنجان من دبس الرمان وده هيدي طعم حلو جدا لخلطه المحشي. في بوله هنحط الرز وهنحط عليه الخضره، هنحط بهارات المحشي، شويه الزيت، البصل، وكمان الملح والفلفل والكمون. هنحط هنا عصير الطماطم الفريش وكمان دبس الرمان، وهنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده. انا بحب جدا الخلطة تكون على البارد بالطريقة دي. بعدين هنبدأ نلف ورق العنب، مهم جدا ان احنا نلفه على الناحية الناشفة والناحية الناعمة هي اللي تبقى قدام، وده نقدر نسويه دلوقتي. نقدر كمان ان احنا نشيله ملفوف زي ما هو كده في طبق فويل ونغلفه بستريتش ونحطه في الفريزر ونطلعه على التسوية على طول، وده هينجز معانا جدا وقت. علشان نعمل الشوربة بتاعت المحشي هنحتاج مرقة دجاج او مرقة خضار، هنحط لها شوية من عصير الليمون، بهارات المحشي، شوية من الصلصة، وملح وفلفل وكمون، وكمان هنضيف لها دبس الرمان اللي بيدي مزازة حلوة جدا لكل انواع المحشي مش بس ورق العنب. نبدأ نسقي بيه، مهم جدا نحط طبق فوقيهم علشان خاطر المحشي بتاعنا يفضل متماسك واخد شكل حلو. بعد ما المحشي هيبرد شوية هنبدأ ان احنا نقلبه ونقدمه بالهنا والشفا. ورق العنب بيبقى حلو جدا طبعا مع سلطة الزبادي. تقدروا تعملوا الخلطة دي مع كل انواع المحشي مش بس ورق العنب، وشوفوا المقادير دلوقتي مكتوبة بالتفصيل، جربوه هتحبوه.